Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une leçon très très importante. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon. Liyoum inshallah ghadi ntarfo ala ma yusamma bli pronom personnel complément d'objet indirect. Kouna chfna fi ddars as-sadiq li pronom personnel complément d'objet direct. المرجو الاخوان الاخوات اللي ما شافوش الدرس يشوفوا الدرس فهو مهم جدا. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تذكير بلي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت وكذلك دي زابليكاسيون التطبيق اللي غتكتبوه نتوما كما جرت العاده انني كنطلب منكم يكون عندكم دفتر وقلم وتكتبوا لي فراز اللي غادي نكتب باش تطبقوا القواعد اللي غادي نشوف. الوغ ا تيتر دافورماسيون ان هذا الدرس هذا موجود في القناه مشروع بطريقة مفصلة. نرجو أنكم تبحثوا على لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت شوفوهم مزيان أبخي فوزالي تيرميني سات لوسون. سينو غادي ندير أن بتي رابيل واحد التذكير بسيط لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت شناهوما ومن بعد غنديرو التطبيق ولا التمارين التطبيقية اللي نتوما غتصوبوهم. ألوغ بوميييرمون لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت أون لي زابيل برونون بيرسونيل complément d'objet indirect. Had you pronom personnel complément d'objet indirect, lesh kanstamlo? Kanstamlo li pronom personnel complément d'objet indirect, bash n'awdo kalima ou l'anfou bih ghair mubashir pour bash n'tfadaw t'tikrar. Bhal fi l'lugha l'arabiya. Iltaqaytu ma'a sadiqi wa kallamtuhu. Ma ghadish nqol iltaqaytu ma'a sadiqi wa kallamtu sadiqi. C'est bon. Dhahabtu ila l'madrasa ti مع صديقي وجلست معه. ما غاديش نقول وجلست مع صديقي. هذا هو الدور ديال لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديان. الوغ خلينا اولا نعرفوا شنو هو لو كومبليمون دوبجي انديان. الوغ لو كومبليمون دوبجي انديريكت سي تامو كي سو بلاس او بيان كي سو سيتو ابخي لو فيرب كيجي من بعد لو فيرب وكيتسمى باللغه العربيه المفعول به الغير المباشر. علاش غير مباشر؟ لان كيكون بينه وبين لو فيرب اون بريبوزيسيون حرف وجر. نعطيو على سبيل المثال il parle à son ami. ناخذ جمله اخرى il mange la pomme. الوغ لاحظوا جايين انا هاد لي دو فراز il parle à son ami هذا هو لو فيرب parler. Il parle à. Hada harf jar, préposition. Alors, rélikoun, préposition entre le verbe et le complément, ça veut dire que c'est un complément d'objet indirect. M'foubi, ghair moubashi. Il parle avec son, ses amis. Il parle avec ses parents, ainsi de suite. Ayi harf jar ki jibin, le verbe ou bin, le complément, quand c'est le complément d'objet indirect, v'loura l'arabia, m'foubi, ghair moubashi. نحن مثال ثاني il mange هذا هو الفيرب la pomme واش كاين شي بريبوزيسيون هنايا لا ما كايناش ما كايناش ما كاينش او ا avec sur ainsi de suite دونك هذا كنسميو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي شفنا في الدرس الفارغ دابا باش تعرفوا الفرق بين لو كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت. لو كومبليمون دوبجي انديريكت اي بريسيدي بار اون بريبوزيسيون كيكون مسبوق بريبوزيسيون. alors j'espère que vous avez bien compris jusqu'ici. Alors, d'abord, c'est le pronom personnel ou bien le complément d'objet indirect. Pour éviter le tikrar, on a un pronom personnel complément d'objet indirect. Alors, le pronom personnel complément d'objet indirect, li qui est un peu plus grand, huma, li raqta sur alayhi wa sallam sada, huma, lui ou leur. Ri juge. Juge huma li qui est un peu plus grand. امتى كنستعملوا لوي امتى كنستعملوا لو لوي كنستعملوها فاش كيكون الاسم مفرد مذكر مفرد كيلكو سوا مفرد كيلكو سوا مذكر لا مؤنث ما كيهمناش. لو كنستعملوها في الجمع سمحوا لي هاد الماركور لي كريبا كنستعملوها في الجمع صافي لوي في المفرد لو في الجمع. الو ماتنو خذوا دفتر وقلم يلا بينا نبداو على بركة الله التمارين التطبيقية. alors on va poser une question. هل
تهاتف هل تهاتف مثلا صار هل تهاتف صار Alors, هل تهاتف تهاتف في اللغة الفرنسية يهاتف هو لذا تليفون سي ان فيرب دو برومي كو يلا هل تهاتف صار هل تهاتف صار Alors, وقفوا الفيديو لما ما ساليتوش الكتابة Alors, هل في اللغة الفرنسية كنا في الدرس السابق يمكن نصوبهم بثلاثة ديال فورم اسكو Alors, on dit est-ce que يمكن يقول اسكو تي تيليفون تهاتف انت تي تيليفون سارة او بيان جو بو دير تيليفون تي سارة تي سارة ونمكن نقول كذلك تي تيليفون سارة هذوك ثلاثة صح اللي كتب وحدة فيهم راه صحيح لي تخوا فخاز سون كور تي تيليفون صار هذوك ثلاثة فيهم لي تخوا سون كوغيكت إيزون لي ميم سون ألوغ أون فاغاردي لا بخوميييغ فخاز ألوغ إسكو تي تيليفون سارا أو بيان ديزولي إسكو تي تيليفون أ سارا أون دي تي تيليفون أ أون بيرسون C'est bon? Est-ce que tu téléphones à Sarah? J'ai oublié ici A. On est flora arabia. Mais qui est Hafja ou qui est flora farantia? Qui est Hafja? À Sarah. Est-ce que tu téléphones à Sarah? Est-ce que tu téléphones à Sarah? C'est bon? Alors là, je vais me dire à Sarah. Bref, mon coup, Naan ou Hatifouha. هنا حتى في اللغة العربية ما قلتش نعم أهاتفها سارة ما عاودتهاش دو فوا نعم أهاتفها يلا إخواني نعم أهاتفها دونك نعوضو أ سارة بار أن برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي أندير ألوغ لا ريبونس نعم حاولوا أنكم توقفوا الفيديو لما ساليتيوش نعم سي وي كنظن كلشي عارف هادي وي جو أنا جو بما انه مفرد اصغر مفرد هذا كومبليمون دوبجي انديريك بما انه مفرد انا نعوضوه بلوي وي جو لوي تيليفون وي جو لوي تيليفون اي فوالا ما فرازي كوريكت لو برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريك كيما لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريك كنكتبهم قبل لذا وي جو لوي تيليفون الوغ ان بوان سيغ سات كيستيون اي ان بوان سيغ سات ريبونس Oui, je lui téléphone. Une deuxième phrase. Bref, on va dire quoi? أعطي الكرة إلى صديقي. أعطي الكرة إلى صديقي. أعطي الكرة إلى صديقي. أعطي الكرة إلى صديقي. أعطي الآن لو بريزون. أعطي الكرة إلى صديقي. Alors, on va corriger. أعطي je donne le verbe donner. يعطي je donne. Je donne. الكرة المعروفة le ballon. صديقي A. إلى بعد إلى هي A لا بريبوزيسيون A مون أمي أعطي الكرة إلى صديقي je donne le ballon à mon ami أعطي إلى صديقي الكرة إلى صديقي je donne le ballon à mon ami بغينا دابا هذه الجملة هذه هي أن بوان بغينا هذه الجملة نزولو إلى صديقي نقولو أعطيه الكرة أعطيه الكرة يلا إخواني أخواتي هذا الفخاز هذي غنزولو منا أمون ماني أردوا أن برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي أندييريك وقفوا الفيديو الله يجازيكم بخير عاد كملوا
كملوا الكتاب عاد شوفوا الفيديو. دونك اعطيه الكره. الوغ انا جو هنايا امون لامي غادي نعوضو بان برونوم بيرسونيل كومبليمون. فينا هو بما انه مفرد غنعوضوه بلوي كيكون قبل لو فيرب. الوغ جو دي جو لوي جيكري لو فيرب جو لوي دون لو بالون. اي فوالا سي تري سامبل. جو لوي دون لو بالون سي كلير. هادي ان بوان اوسي. أعطيه الكرة. Je lui donne le ballon. C'est clair. غادي نعطيو جملة أخرى. أتكلم. أنديرو يتكلم هو. يتكلم مع والديه. يتكلم مع والديه. يتكلم في البريزون في الفيرب بارلي. الوغ وقفوا الفيديو الله يجازيكم بخير. il parle à ses parents. il parle à ses parents. c'est clair. il parle à ses parents. il parle à ses parents. والديه هي parents. الوغ بغينا نقولوا يتكلم معهم. هادي ان بوان. بغينا نقولو يتكلم معهم يعني غنزولو هاد مع والديه نعوضوها معهم. يتكلم معهم. يلا اخواني هاد الكومبليمون دوبجي انديريكت هو ا سي بارون. سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك شنو غنديرو؟ الوغ جو ريبون il. قلنا لو برونون بيرسونيل كومبليمون كيجي قبل لو فيرب. بما أن A c'est pas en pluriel, je vais le remplacer par leur. Alors je dis il leur parle. Voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. Ma phrase est correcte. Allez, un point. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. جاوبتوا على الأسئلة. وخا يكون هناك أخطاء سي با غراف. عاودوا ثاني الفيديو مرة جوج، مرة ثالثة، مرة رابعة، حتى أنكم تستوعبوا الاستعمال ديال لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انتيريكت اللي كنستعملوا بشكل كبير في اللغة الفرنسية. ضروري أنكم تضبطوا. ألوغ نرجو أنكم في التعليقات توضعوا النقط اللي جبتيو على ستة النقط. واش جبتيو أربعة؟ واش جبتيو خمسة؟ واش جبتيو ستة؟ جيسبيغ كو فوزوغي 6 سور 6. ميرسي انفينيمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.